عقد مجلس النواب جلسته الثامنة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس برئاسة معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيس المجلس. وفي مستهل الجلسة وافق مجلس النواب على تعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي وحاله إلى مجلس الشورى. كما قرر المجلس عدم الموافقة على توصية لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون يتعلق بإعفاء ذوي الإعاقة من مبلغ التصالح عند الوقوف في أماكن معينة متى ثبت عدم وجود مواقف مخصصة لهم أو شاغرة وقت تحرير المخالفة وحاله إلى مجلس الشورى. فيما تمسك المجلس بقراره السابق بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع يتعلق بإعادة تنظيم مدد التصالح في بعض الجرائم المنصوص عليها في قانون المرور وتخفيض مبالغ التصالح إلى النصف في حال بادر المخالف بالسداد خلال 15 يوما التالية لعرض التصالح. كما تم سحب تقريري لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاكتفاء بما انتهت إليه اللجنة في الفصل التشريعي الرابع بشأن إنشاء الهيئة العامة للغذاء ومشروع قانون بشأن تنظيم الصيد واستغلال وحماية الثروة البحرية لمدة أسبوع بناء على طلب من رئيس اللجنة. المادة 56 اللي تكلمنا عليها اليوم في تعديلها هي فيها شقين. الشق الأول طبعاً هي فترة سماح للنيابة العامة، احنا مددناها من شهر إلى 45 يوم. والشق الثاني اللي هي خفض المخالفات المرورية إلى النصف هي كانت أسبوع واحنا سويناها 15 يوم، يعني تقريباً في حدود ضعف. طبعاً قدمناها هاي لأتاحت فرصة أكبر للمواطنين أنهم يدفعون المخالفات المرورية، خصوصا في الوضع الاقتصادي الآن اللي تمر على مملكة البحرين والمواطنين بشكل خاص، وهاي اللي اليوم بشكل كبير تكلمنا عليه. ناقشنا مقترح المقدم من سعادة النائب عبد النبي سلمان وأيضا سعادة النائب أحمد السلوم بخصوص معادلة الجامعات الصينية، كانت بخصوص بالأخص جامعة ساوث إيست واللي كان متضرر منها 55 طالب بحريني. طبعا اجتمعنا ممثلين الحكومة من وزارة التربية وأيضا وزارة الصحة وأيضا ممثلين من جامعة الخليج العربي ونهرة، فعشان كذي هذه المقررات اللي كانوا ياخذونها كانترناشنال ستودنتس كانت مخففة وتحتوي على قصور ولا تعادل المواد اللي موجودة في الطب العام، فكان رأي الحكومة أن الطلبة يرجعون ويعادلون موادهم بالمنهج الأساسي وصول دراسة، وفي حين الاكتمال من هذا المنهج راح يعادلون لهم المواد.